الهدف الاساسي قبل مباراه مهمه زي مباراه بيراميدز؟ مبروك طبعا للنادي الاهلي، يعني ما فيش حاجه اتاخرت، هو المباراه شوطين مظبوط، يعني ما سجلتش في الشوط الاول تسجل في الشوط الثاني، صحيح، يعني المباراه 90 دقيقه، انما الاهداف اللي اتاخرت مش المكسب اللي اتاخر، المكسب ما بيتاخرش، مكسب لحد الدقيقه 90 بالظبط كده، جبت في الدقيقه 90 في 92 95 دقيقه 100، المهم ان هي المباراه بتنتهي بصفاره الحكم، وده اللي حصل النهارده، وده اللي الاهلي عمله وبياكده في كل مباراه، الرغبه عند اللعيبه موجوده، خد بالك يتبين الاداء من ماتش للتاني يا كابتن ايمن، مش لازم بالضروره انك انت تلعب كل مباراه تبقى 10 على 10 تبقى قوي جدا تبقى مكسر الدنيا، مش بالضروره، خد بالك في مباريات ممكن تكسبها باداء سيء، في مباريات تكسبها ما تكونش يعني ما حبيتهاش، ما حبيتش طريقه اللعب، في مباريات بتكسبها بصعوبه تمام، في مباريات بتبقى انت الاقل فنيا وبرضه بتكسب، يعني المهم فاينل يعني ان انت في نهايه الجولات الاخيره انت بتلعب عندك هو هدف واحد بس، ان انا اكسب الماتش، اكسب الثلاث نقاط، احنا مش في وقت صراع الفنيات، ليه؟ لان في تراك احنا ماشيين فيه احنا وفرقه تانية، في سباق ماشيين فيه، مين اللي هيجيب البوينتس؟ خد بالك النادي الاهلي هو الوحيد اللي عليه تعقيبات جدا 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 للاداء بتاعه، الاهلي اصلا النهارده ما كانش حلو، ما كانش كويس، اصل ما الفرقه الثانيه تبقى وحشه جدا، الله مبروك يا شباب ويسقف وبتاع، خد بالك ماشي اوكي ما فيش مشكله اتعودنا على كده، لكن في وقت من الاوقات لازم الكل يبقى عارف ان الوقت ده وقت المكسب بس، انا عايز اكسب تمام، النهارده في خلل بس لازم نحط ايدنا عليه، ما هو مش لازم ان انا بكسب بس يبقاش عندي خلل، ممكن يبقى عندي الناحيه الجماليه وحشه مش احسن حاجه، ممكن يكون عندي الناحيه يعني الشوط والهجوم والمش عارف ايه والطريق مش افضل حاجه، لكن ما يكونش عندي خلل دفاعي، ده الاهم بالنسبه لي، ما يكونش عندي في حاجات ممكن من خلالها يتسجل في اهداف. طب سؤال هنا اتفضل، احيانا انت كمدير فني ممكن تتغاضى عن بعض الأخطاء اللي بتحصل